ما هو موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من هذا الصراع الذي اشتد اليوم بين السيد الصدر من جهة والسيد المالكي من جهة؟ أولا أستاذ أحمد، المالكي يشكل الأغلبية في الإطار التنسيقي، والميليشيات هي التي تمشي مع السيد المالكي في ذات الخط في مسائل تتعلق بتخوين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتخوين أقليم كردستان. أنا أعي وأعرف ما أقول أستاذ أحمد، لم أتهم لا تيار الحكمة ولا أطراف أخرى وخصوصا تيار الحكمة، ومع أنني أعاتب أحيانا بعض المتحدثين باسم تيار الحكمة الذين يحتاجون إلى دورة في الإتيكيت السياسي فيما يتعلق بالعلاقة القوية والوشائج القوية التي تتعلق بالعلاقة بين بيت البارزاني وبيت الحكيم والحزب الديمقراطي والمجلس الأعلى وسماحة السيد الشهيد محمد باقر الحكيم والراحل عبد العزيز الحكيم، هذا من جهة. من جهة أخرى، كل تصرفات دولة القانون والميليشيات هي التي عمت على الإطار التنسيقي، وهم يقولون بأن مواقفنا محددة، أي هم يجب أن يبرئوا أنفسهم ويقولوا بأننا لسنا من ضمن من يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذه التهم التخوينية. أما فيما يتعلق بالتسريبات التي سمعناها قبل أيام وهي على شكل أجزاء، ومن الممكن أن تكون هناك أجزاء أقوى وأجزاء أخرى، نعم في جزئية منها هناك اتهام للرئيس مسعود بارزاني ببعض المسائل التي تتعلق بإيواء السنة أو بكونه نصب نفسه مرجعا للسنة. طبعا العلاقة بين الديمقراطي وحزب الدعوة عميقة جدا، تعود إلى زمن سماحة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وهو كان من أوائل المدافعين عن القضية الكردية ومن أوائل من تبنى حلا سلميا للقضية الكردية وطالبها بهذه المسألة الحكومات العراقية. إذن الشخص لا يؤثر على العلاقة بين الطرفين، وهناك أشياء أكبر وأهم ينشغل بها الحزب الديمقراطي الكردستاني للرد عليها. الرئيس مسعود بارزاني منذ عام 2003 وقبل 2003 عندما كان رئيسا للجبهة الكردستانية كان دائما يقول بأن الأطراف العراقية يجب أن تتوحد ضد الدكتاتورية، أي أن الرئيس مسعود بارزاني لا ينصب نفسه مرجعا لأحد، ولكنه دائما بيته وبابه مفتوح لجميع المستضعفين الذين يشعرون بالغبن في العملية السياسية العراقية. أعتقد بأن السيد المالكي أعلم من غيره بهذا الموضوع، ولكن الديمقراطي لم يرد.